مثلا يفيدنا. وبالتالي كما ذكرت نحن نريد الأفضل، الأمر لا يتعلق بالأنانيات. ما إن نذكر أحد الأسماء تشخصن الأمور وبالتالي تحدث بعض التشنجات. لماذا؟ لأننا قمنا بالإعلان عن هذه الأسماء وبالتالي هذا يلوث إذا جاز التعبير هذه المناقشات. نحن بحاجة إلى النقاش بصورة هادئة وأن نبني أمرا معا بصورة ديمقراطية، لأننا كلنا حول المائدة تم انتخابنا بصورة ديمقراطية ونطبق ما تنص عليه الاتفاقيات الأوروبية، وهذا الأمر سيتم في إطار احترام البرلمان. نحن في المجلس الأوروبي سننظر إلى التوازنات التي انبثقت عن الانتخابات الأوروبية ووفقا للتيارات والكتل السياسية في البرلمان الذي يقوم باعتماد هذه التعيينات. فيما يتعلق بالسؤال الثاني المتعلق بالميزانية، هناك أوجه تقدم. أريد أن أذكركم عندما اقترحت في خطاب في السوربون ميزانية لمنطقة اليورو، قيل لي لقد سمعنا قبلك الكثير يتحدثون عن هذا الميزانية.